السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس الثالث من دور تعلم لغة CSS. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن Type of Stylesheet في CSS، يعني لي ديفيرونت ميثود باش ننسيري واحد الدوكيمون Stylesheet اللي يتحكم لنا في ديزاين تاع الزاليمون تاع ال HTML تاعنا. دونك من أجل هذا الكور ولا من أجل هذا عملت يعني ان دوكيمون HTML عادي كيما نعرفوه، فيه الهيد والبودي عادي جدا. كتبت ان تايتل تاع الدوكيمون تاعنا هنا في التايب، ابري رايحين نذكروا لي ديفيرونت ميثود باش نتحكموا في ديزاين تاع ان دوكيمون سي اس اس. هذا بالاضافه الى الدرس الثاني اللي تعرفنا فيه عن لي سيليكتور في الاتش تي ام ال، يعني كيفاش انطلاقا من ان دوكيمون اكسترن على دوكيمون اتش تي ام ال وتحكموا في لي زاليمون تاع الاتش تي ام ال. وهذه الطريقه تعتبر الطريقه رقم واحد باش ننتيغري ولا ندمجو ان دوكيمون سي اس اس ولا ان ستيشيت في دوكيمون اتش تي ام ال ونتحكمو في ديزاين تاع لي زاليمون تاع الاتش تي ام ال في سي اس اس. دونك هي الميثود الاولى كما قلنا اللي راح نعتمدوها في هذا الدرس اللي تسمى ستيشيت اكسترن. في ستيشيت اكسترن شيوا خصنا نكريو لا ميثود الاولى باش ندمجو دوكيمون سي اس اس ولا ستيشيت في دوكيمون اتش تي ام ال هي ستيشيت اكسترن. كريو نيو فايل، في نيو فايل هذا نورجستريوه ونسميوه كور نيميرو 3، نعطيه له اسم تايب اوف ستيل شيت سي اس اس دوت سي اس اس. دونك هذا هو الدوكيمنت تاعنا، لازم يكون امتداد سي اس اس، يعني نقطة سي اس اس بوان سي اس اس. اتش تي ام ال هو بوان اتش تي ام ال او بيان بوان اتش تي ام ال، سي باغي سي ميم شوز. دونك هنا بوان سي اس اس نورجستري الفايل تاعنا هذا في لو ميم، يعني الفايل ولا الدوكيمون اللي يتواجد فيها ال HTML ونورجستري. دونك هذا الدوكيمون هذا الدوكيمون يتواجد في لو ميم ريبيراتوار، وهذا هو الهدف تاعنا من هذا الدرس. دونك نحطهم في لو ميم ريبيراتوار، ابري حنا حابين نكتبو ان كود سي اس اس. هنا ان كود سي اس اس اللي يتحكم لنا باغ اكزومبل في ان اليمون، نديرو ان اليمون اش هيدر اش ا نكتبو فيه بايزون أورانج جوبس كومس أورانج جوبس. حابين هذا ليليمون اش ا نتحكمولو في الديزاين تاعو، نستعملو لا بروميير ميثود تاع السيليكتور اللي هي بار اليمون. نكتبوه كيما تعرفنا في السيليكتور الدرس الثاني، وقلنا بلي هذا سيليكتور وهذا هنا ديكلاراسيون. نحبو بايزون دائما نعتمدو لي دو زاتروفي لي هي كولور بايزون أورانج ونعطيو له بايزون تكست لاين سنتر، يعني حطها هنا في السنتر يتم وضع هذه الكتابة في السنتر بلون برتقالي. دونك هنا في هذا التكست سي اس اس عرفنا يعني لي سيليكتور كيفاش نسيليكتيو من النطر دوكيمون، ما عندنا حتى مشكل معاه. دونك هنا قمنا بالنداء تاع هذا الاش ا هنايا في السيليكتور هذا من خارج دوكيمون. هذه تعتبر لا ميثود نيميرو 1 باش ننتيغريو دوك هذا ستين فايل ستيشيت سي اس اس. جوست درنا ان بتي تيرور تيب اوف، نجي نكوريجي سيف از، يعني تيب اوف ستيشيت سي اس اس انريجستر. فوالا دونك هنا عندنا قلنا هنا واش هو هنا لا بروميير ميثود كيما قلنا هي من خارج الدوكيمون، يعني نقوم بدمج ان ستيل شيت اكسترن اكسترنال ستيل شيت. دونك هنا كتبنا كود يتحكم لنا في الاش ا صح. دونك بهذه الطريقه نسجلو ونشوفوا النتائج، يعني ما تم عرض اي ستيل شيت لهذا الهيدر، يعني حطو كيما راه اورانج وفي الرايت مام با في السنتر ولا بان كولور اورانج. دونك باش نديرو هذا الشيء خصنا هذا الدوكيمون هذا ستيل شيت اللي راهو اكسترن على الدوكيمون اتش تي ام ال خارجي على الدوكيمون اتش تي ام، نعاودو نديرو لو ابل ولا ننتيغريوه داخل الدوكيمون. باش ننتيغريوه كاينه ان باليز كي سابيل لينك، عفوا سابيل لينك هنا لينك كوم سا. هذه لا باليز لينك فيها بلوزيور لي زاتريبي، كاينه لا تريبي رول، هذه رول هي لا تريبي ريليشن اللي تنجز ان ايتابلير ان ريلاسيون انتر يعني دوكيمون اتش تي ام اي دوكيمون سورس سي اس اس، اللي هي ريلاسيون سي شيت.
حتى يبدا هذا الدوكيمون سورس اللي هو كود سي اس اس. الاشرف هو شو هو النيم، الا كان هادو يتواجدوا النيم تاع الدوك سورس كان هادو يتواجدوا في الميم ريباراتوار، او بيان لو شوما كان واحد خارج ريباراتوار. نجيو هنا نديرو لو سيف اس، نهزو لو نيم مارك، نرجعو للدوكيمون تاعنا ونحطو في الاشرف دوت سي اس اس، يعني الاسم تاعو كومبلي فوالا، ونسجلو. دونك هنا بهذه الطريقة تاع اللينك لاباليز لينك هادي عيطنا للدوكيمون، قمنا بنداء الدوكيمون دوت سي اس اس من داخل دوكيمون اتش تي ام ال. وهذا الدوكيمون اللي عيطنا له فيه ستيل شيت ولا فيه ان ديزاين تاع ليليمون اتش تي ام ال، راح يبليكو هنا فوالا اورانج في سونتر. هذه لا بروميير ميثود اللي هي لا ميثود باش ندمجو دوكيمون اتش تي ام ال في دوكيمون اتش تي ام ولا اتش تي ام ال. دونك سي اس اس في الاتش تي ام ال عيطنا له درنا الديزاين. هذه لا ميثود الاولى اللي هي ستيل شيت اكسترنال. دونك حابين نديرو لا دوزيام ميثود اللي هي ستيل شيت انترنال، يحب يقول من داخل الدوكيمون اتش تي ام ال. بالمناسبه لا ميثود اكسترن و انترن دائما نقومو بالنداء نديكلاريهم في وين في لاباليز هيت، ما نقدروش نديكلاريهم في انوتر اندرون. الاكسترنال عن طريق لاباليز ستي، هذه لاباليز ستي لاباليز عادي في الاتش تي ام ال، تسمح لنا باش نديرو ستايل لي زاليمون تاع الاتش تي ام ال تاعنا اللي هي كود سي اس اس. راح نكتبو هنا كود سي اس اس، سي جوست لو ميم كود. هذا نهزوه نحطوه هنا وراح يتحكم لنا في ليليمون اش ا، لكن سيت فوسي نكتبوه ريد، نكتبو ليليمون يرجعونا ريد. وهنا باش ما يصراش خلط نحيدو السي شيت هذا الاولاني من خارج الدوكيمون اتش تي ام ال، نكتبوه يعني كومونتير بالنسبة هذا كومونتير اتش تي ام ال، عفوا كومونتيت كل شيء من غير هنا برك. انا خصني نخلي هذه ستيل شيت اكس انترن، هذه ستيل شيت يعني ستيل شيت انترن. الطريقه الثانيه باش ندمجوا ستيل شيت في ان دوكيمون اتش تي ام ال اللي يتحكمنا في لي زاليمون تاع الاتش تي ام ال من داخل دوكيمون اتش تي ام ال. ديكلارينا ستيل شيت لي تيب تاعها اللي هو الكود سي اس اس، يعني هذا راه كود سي اس اس لو ميم كود زينها انترن او بيا اكسترن. هنا اكسترن درنا في ان دوكيمون، ما نكتبو ني دوك ني دوك تايب ني والو، هنا نكتبو هنا كتبنا باسكو دوكيمون اتش تي ام ال مي هنا راهو دوكيمون سي اس اس. حاب يقول فايل سي اس اس تبدا ديريكت تكتب في الكود تاعك سي اس اس كيما عرفنا في لي سيليكتور، سوا تبدا بسيليكتور اليمون سوا كلاس سوا ايدونتيفيكيشن سوا عادي تخدم بهذه الطريقه كيما تعلمنا في الدرس رقم 2. ما تكتبش دوك تايب وتعيط لهذا الكود سي اس اس تاعك بهذا اللينك، بهذا اللينك هنا، ويصير العمليه عاديه جدا. ثاني ميثود قلنا هي هذه من داخل الدوكيمون عن طريق لاباليز هذه، وتكتب تاعك ستيل شيت هنا تكتبه وراح يدي لك لو ميم رول فوالا، ولات ريد روج وفي السونتر. هذه لا ميثود الثانيه بالستيل هذه هي الانترنال ستيل شيت، وبي ستيل شيت انترنال، وكاينه ستيل شيت اكسترنال. ثالث ميثود واللي هي الاقوى وعندها لا بروبريتي قويه جدا جدا هي انه تروح ديريكتومون ليليمون، يعني ديريجي ديريكتومون فير ليليمون، وتما تقدر تكتب ستيل شيت تاعك. وفي ستيل شيت تاعك تهز لو ميم كود سي جوست تهزو وتحطو هنايا، ابري نجيو هنا نكبرو هذه، يعني واش تبان العمليه تاع هذه التروازيام تيب كيفاش نديرو ستيل شيت في الاتش تي ام ال. هنا حيدنا هادو الانترنال والاكسترنال، دوك جينا ديريكتومون من داخل دوك من داخل ليليمون اللي حابين نديرو له سي شيت، كتبنا ستي من بعد ابري نكتبو لو ميم كود مي سيت فوا سي. كاينه حاجه اللي هي هادو لي بارونتيز نحوهم اللي هما تابعين ليليمون اش ا به بالليليمون اش ا. علاش؟ باسكو انا في ليليمون اش ا ديجا، يعني ستي شيت هادي تامن تابع ليليمون اش ا. كي راح يدير لك يعني هذو لي بروبريتي كولور ولا بروبريتي تكست لاين، هذو يابليكيهم لك على من على ليليمو اش ا، باسكو راك داخل لاباليز دو فيرتير تاع هذا ليليمو. فوالا وراح يابليكي لك هذو لي بروبريتي على اورانج جوبس دوت دو بو. سجلو شوفو النتائج هنا راد باسكو ما تبدلش. شكون باغ اكزومبل بدلو بلو بلو، نشوفو النتائج دونك غيرها لنا البلو، دونك حاجة مليحة يعني. دونك هذه من داخل ليليمون اللي هي تسمى لا ميثود سي شيت، يعني لاين
هذه ستيتشيت لاين، يعني من داخل ليليمون اش تي ام ال اللي انت راك باغي دير له ستيتشيت، وتكتب ستيتشيت اونتر دوبل كوتيشن، تحط لي زاتريبي تاعك ولا لي بروبريتي تاعك، تكست لاين كولور. اي شاك فوا كما تعلمنا في كور السابق اللي هو رقم 2، قلنا ديما تحط هكذا، يعني الكولور دو بوا تعطيه لا فالور، تكست لاين بروبريتي دو بوا تعطيه لا فالور، كما تعلمنا في الكور السابق. هنا جوست لي تروا ميثود، سوا تجي هنا وتحدد يعني هذه في سي اس اس هكذا، سوا تجي هنا داخل ليلمو تحدد ستيل وتعمل ليه ستيل تاعه اللي هو الاين ستيل، ستيل شيت الاين، سوا انترنال لاباليز هذه، يعني لاباليز تاعنا هذه ستيل، سوا اكسترنال عن طريق اللينك هذا اللي عملنا ابل ان اوتر فايل سي اس اس اكسترنال، اللي كيما تعلمنا في الكورس السابق رقم 2 في كيفاش نستعملوا لي ديفيرونت سيليكتور باش نسيليكسيو لي زاليمو هذو هنا اش تي ام ال ونتحكموا فيهم في سي اس اس. فوالا دونك بقى لنا حاجه ثالثه اللي هي نديروا لا كومباريزون اونتر لي تروا. صافي دير كو اونتر لي تروا، اونتر الاونلاين سي شيت، الاكسترن سي شيت، والانترن سي شيت، والاكسترن سي شيت. حاب يقول كي نعيطوا لهم في تروا نشوفوا وين هو اللي يابليكي هنا الاول، شرط هنا نبدلو هكا نرجعوها جرين باش تبان النتائج. دونك نسجل نشوفو الجرين نبدا بها هي الاولى، يعني الفير حبي يقول جدار ابليكي هذه الالاين اليمنت هي اللي عطاها بين هذه الاولى والثانيه والثالثه، مد للالاين اليمنت هي الاولى اللي عطالها لا بريوريتي، يعني الاولويه لتنفيذ ستيل شيت هي للالاين اليمنت. دونك لو كان نجيو هذه تاع الالاين اليمنت دوكا هي القويه، هي الاولى اللي ابليكي ستيل شيت تاعها بيرمي لي دو زوتر ميثود باش نديرو ستيل شيت في دوكيمون اش تي ام ال. دونك باغ اكزومبل كي نحيو الاولى اللي هي الالاين ستيل شيت اليمنت، نجيو الالاين يعني ستيل شيت الاين كي نحيدوها ونشوفو لا كومباريزون اونتر لي دو ريست، يعني بقول انترنال و اكسترنال، نشوفو بلي لابليكاسيون يعني هنا كي نسجلو هنا تما حذف لاين، كي نسجلو هنا نشوفو اورانج، اورانج هذه واش هي؟ يعني جا ريد، عفوا ريد روج، ريد ابليكانا ريد، ريد تاع واش؟ تاع الانترنال، يعني بين الاكسترنال والانترنال بدا بالانترنال، علاش؟ باسكو جات هي الاخيرة، دونك بايزون باش نتأكدو نردوها هي الأولى ونشوفو النتائج، يعني ولات الانترنال هي الاولى والاكسترنال الاخيره، نسجلوا ولات اورانج. حاب يقول جا ابليكان تاع الاكسترنال، جا اللينك هذا عيط لهذا دوت سي اس اس هاو هنا، جا عيط له ابليك الكود هذا اللي هو اورانج، اللي هو اورانج. فوالا دونك هنا نشوفوا باللي يعني بين الانترنال والاكسترنال ديما يطبق، واش ديما يطبق؟ لو كان نزيد نجي نتاكد ونحطو ستيل انترنال، انترنال هي الاخيره ابليكانا تاع الروج، يعني الريد ابليكانا لا كولور ريد على هذا التكست، التكست تاعنا تاع الاش هذا ريد. حاب يقول الاخيره دائما بين انترنال اكسترنال يابليكي لا فالور الاخرى تاع السي شيت، لا فالور الاخرى اللي تكون في الهيد، في الهيد بين انترنال اكسترنال ديما يابليكي لا فالور الاخرى. كي تحط اللينك هنا هو الاخير راح يابليكي لك تاع اللينك اللي هي اورانج هنايا. فوالا دونك هذه هي عرفنا في هذا الكور تروا ميثود ديفيرون باش نديرو ان ستيل شيت لان دوكيمون اش تي ام او بيان اش تي ام ال، اللي هي الاولى الاين ستيل شيت، الثانيه اللي هي عندها لا بريوريتي القويه، يعني عيط لها هي الاولى بيرمي لي دو لي ريست، يعني الاكسترنال والانترنال، وقلنا باللي بين الانترن يعني جوست لابالي ستيل وتعيط لها ودير الكود تاعك سي اس اس، الاكسترنال عن طريق اللينك وتكتب الدوكيمون تاعك جدا، وهذه هي الطريقة المعتمدة كثيرا، يعني المعتمدة كثيرا من طرف لي ديفلوبور، خاصة لي ديفلوبور لي ديفلوبيو لي كرون سيت ويب. صافي دير لي سيت ويب لي تكون عند لي يكونوا فيهم لي باج ويب بزاف. هنا في هذه الحالة دوكيمون اتش تي ام ال امبوسيبل دير ستيل شيت من داخل دوكيمون اتش تي ام ال، وبيان يعني تكتب هكذا. هنا راح يصرى شويه، راح يصرى عدم تنظيم، وتصرى يعني يصرى واحد مفهم لي الكود، مي جات يعني البروبليم هذا كيما حكينا في الكور نيميرو 1، وقلنا بلي جات دبليو 3 سي وحلت هذا البروبليم تاع لي ديفلوبر وكريات لهم النوتر ستيل شيت
اكسترنال، يعني عن طريق واش؟ عن طريق هذا الاكسترنال سي شيت هذا، يعني يكون الكود تاعنا جد منظم وجد يعني سهل القراءة اوسي و افيكاس، سيرتو في كي نديفلوبيو دي سيت ويب اللي عندهم واش اللي عندهم دي باج بزاف وعندهم بايزون لي ستيل بزاف، وخاصة كي نستعملو ان سول دوكيمون اتش تي ام ال ونستعملو لو بليزيور ستيل، نخدمو لو بليزيور ستيل. في هذه الحالة نضطرو باش نكريو ان سول ستيل اللي هو هذا ان سول ستيل بايزون، وهذا السول ستيل نعيطولو في بليزيور دوكيمون اتش تي ام ال، ou bien le contraire, عندنا plusieurs documents HTML ou HTML où chaque document HTML n'intègre plus un style précis, un style معين. Donc juste au choix, chaque document HTML نعيطوا لهذا الدوكيمون وانتهت العملية. Donc هذه هي الميزة تاع الاكسترنال، يعني هو لو بلوس سوفون هو بلي يتيليزي بلي اورغانيز. دونك اكتفي بهذا القدر من المعلومات. كما قلنا بين الانترنال والاكسترنال قلنا يابليكي ديما لا فالور الاخرانية. دونك كما قلت اكتفي بهذا القدر من المعلومات لهذا الدرس الثالث من دور تعلم لغة السي اس اس، اللي هو الدرس اللي حكينا الريزمي تاعو، يعني طريقة إدماج يعني ستي شيت في ان دوكيمون سي اس اس، اللي هما ثلاث طرق، والأولى الأجدر والأنفع والبلي فريكون هي الإكسترنال، هذه اللي أنصح بها الاستعمال باسكو بلي أورغانيزي. دونك نبقى غير نقول لكم إلى درس آخر إن شاء الله من هذه الدورة، حيكون درس رقم 4 على نتعلم أشياء أخرى مفيدة في دورة تعلم السياسة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، سلام الله عليكم.